فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة معلومة، هي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت العقيدة معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، قرون الأربعة، وإن كان دخل في آخر القرون الأربعة شيء من الاختلاف وظهور الفرق كالخوارج والقدرية والشيعة، لكن كان الدين قوياً وكان الإسلام عزيزاً، والذي عنده شر كان يختفي به ولا يظهره، كان أهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم.